شامة والرضيع، الحلقة الثانية والأخيرة. مر عام أو كاد على اختفاء شامة ومعها ربيع مولود جميل الغراس وعبد الخالق المنصوري. ظل الأبوان يحتفظان بصور الصبي، كل تلك الابتسامات التي كانت ترتسم على وجهه مستيقظا أو نائما صارت تذكي نار الألم بداخلهما وتؤجج الشوق إليه. ذهبت به تلك التي حسباها خير من استأمناها عليها. تذكرها جميلة تلك المرأة سوداء البشرة التي كانت تعابير وجهها توحي بحنان وطيبوبة، كيف لها أن تأخذ الولد وتترك لهما الوجع؟ أحيانا لا يصدقان. كانت التحريات التي قامت بها الشرطة في الرباط قد انتهت إلى باب مسدود. تبين أن تلك المرأة لم يكن اسمها شام العطار كما أوهمتهما يوم قدمت نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وإلى أن يعثر عليها ويعلم هويتها الحقيقية سيظلان يذكرانها باسم شامة. كان عبد الخالق المنصوري قد جال بكل المراكز الصحية في الرباط وفي سلا وفي المدن المجاورة ملتمسا المساعدة. كان يظن أن شامة أو تلك التي ادعت أن اسمها شامة ستتقدم يوما ما لدى أحد المراكز الصحية، فقد كانت تعلم بمواعيد التلقيح وأيضا بمواعيد المراقبة الطبية. كان رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط قد أوكل إلى العميدة فاطمة عتاق مهمة زيارة جميلة في مستشفى الأمراض النفسية، وقد علمت منها أن المرأة سوداء البشرة كانت تتعامل بحب وحنان مع الرضيع، كما علمت منها أنها لم تكن أمية بل كانت ذات مستوى تعليمي جيد. علمت العميدة أيضا أن المرأة التي كانت في عقدها الثالث تزوجت أكثر من مرة، ولأنها لم تنجب فقد كان الطلاق مآلا لتلك الزيجات. أيقنت تلك التي تسمت باسم شامة أنها عاقر. فهمت العميدة أن تعطش المرأة إلى الأمومة هو الذي جعلها تقبل بالعمل مربية لدى جميلة وزوجها. مر عام ولم يظهر أثر للرضيع، تتصوره أمه وهو يخطو خطواته الأولى، تدمع عيناها كلما تخيلت. لم تفقد جميلة ولا زوجها الأمل في استرجاع ربيع. لم يغادر جميلة إحساس الأم ذاك الذي يقول لها وبلغة لا تفهمها إلا الأمهات إنه حي وسيعود. نحن الآن في غشت من العام 2009، في ورزازات في المستشفى المركزي. كانت رئيسة الممرضات خديجة عماني تستقبل النساء اللواتي جئن لإجراء الفحص الطبي الدوري لأطفالهن. كانت تعرفهن جميعا إلا واحدة. صباح ذلك اليوم لفت انتباه خديجة وجود امرأة سوداء البشرة في صف المنتظرات، كانت تحمل طفلا أبيض البشرة. حسبتها تعمل عند إحدى الأسر كلفتها بإحضار الصبي للفحص الطبي. بدت المرأة متوترة. لما تقدمت أمامها رئيسة الممرضات رجتها أن تعجل بإدخالها عند الطبيب لأن الصبي يعاني من ارتفاع في الحرارة. قالت لها إن حرارته تقارب 40 درجة وإنه مريض منذ أن أصابه سعال قبل بضعة أيام ولم ينفع معه الدواء الذي أعطي إياه. طالبتها الممرضة بالدفتر الصحي، ولكن المرأة ردت بأنها حديثة عهد بالإقامة في ورزازات وقد نسيت الدفتر في المدينة التي كانت تقيم فيها. ولما سألتها كبيرة الممرضات إن كان الصبي ابنها أم هي جاءت به نيابة عن أمه تفجر غضب المرأة. تحاشت الممرضة كل تصعيد. كان الصبي يعاني ولذلك أذنت لها بالدخول إلى قاعة الفحص ثم واصلت عملها. تذكرت كبيرة الممرضات شيئا ما، تذكرت قصة صبي اختفى مع مربيته وكان من أوصافها أنها سوداء البشرة. كانت خديجة عماني تعمل إلى زمن قريب في مستشفى الأطفال بالرباط، وكانت قد التقت والدي صبي اختفى مع المربية التي استأمناها عليها. في تلك الأثناء استدعتها الطبيبة وطلبت منها أن تعد سريرا لأن حالة الصبي تستلزم عناية خاصة. دهشت المرأة التي حملت الصبي وحاولت أن تقنع الطبيبة بأنها قادرة على العناية به في البيت.
رفضت الطبيبة، ولما لاحظت إلحاحها قالت لها إنها ستسمح لها بالمبيت معه في الغرفة على أن تحضر معها ما تحتاجه من غطاء. تذكرت خديجة وهي تدقق النظر في تلك المرأة وفي ذاك الرضيع أن الأوصاف التي كان أبواء الرضيع الذي اختفى يقدمانها تنطبق تماما على تلك المرأة وعلى ذاك الصبي. مع ذلك فإنها لم تشأ أن تستعجل الأمر. في زوال حينما غادرت المستشفى إلى بيتها عرجت على مفوضية الشرطة القريبة. كانت قد تعرفت على عميدة تعمل هناك إذ جاءت إلى المستشفى لتلقيح وليدها. كانت المرأة سوداء البشرة قد غادرت المستشفى لتستقدم ما ستحتاجه لملازمة الصبي. حكت كبيرة الممرضات للعميدة ما شاهدته وعادت بها إلى قصة الصبي الذي اختفى في الرباط مع مربيته قبل عام أو نحو عام. كان ما قالته خديجة كفيلا باستحضار العميدة مذكرة البحث التي عممتها الإدارة العامة للأمن الوطني. نقلت العميدة إلى رئيسها ما علمته من خديجة كبيرة الممرضين في المستشفى المركزي لورزازات. وبعد أن استخرج الملف الذي يتضمن مذكرة البحث عن الصبي المفقود كلفها بمرافقة العميدة إلى المستشفى وأن تحاول التقاط صورة لتلك المرأة التي يشتبه في كونها المربية التي خطفت الصبي من الرباط. كان عليها أن تفعل دون إثارة الانتباه تفاديا لتبعات كل خطأ في الشخص المقصود. بعد ساعة عادت خديجة إلى المستشفى ترافقها العميدة لطيفة القدوري. تظاهرت بالتجول في أجنحة المستشفى وفي غفلة من المرأة التقطت لها صورة وهي تحمل في ذراعها الصبي. مر كل شيء سريعا ثم عادت العميدة إلى المفوضية. كانت الصورة واضحة وقد تولى قسم البرقيات إرسالها إلى ولاية أمن الرباط. كان المطلوب أن تعرض تلك الصورة على والدي الطفل الذي اختفى مع مربيته قبل سنة خلت. عصر ذلك اليوم تلقت مفوضية الشرطة في ورزازات الرد. لقد تعرفت جميلة غراس وزوجها عبد الخالق المنصوري على ولدهما ربيع. كانت المرأة التي تحمله هي المربية نفسها التي ادعت أن اسمها شام العطار. وكانت تعرفهما على الصبي وعلى المرأة وراء قرار بوضعها والصبي تحت المراقبة. صباح 15 غشت كانت العميدة فاطمة عتاق تلك التي تولت الملف في ولاية أمن الرباط تقف بباب المستشفى المركزي لورزازات ومعها عدد من المفتشين. حضرت أيضا إلى ورزازات جميلة وزوجها عبد الخالق والدي الصبي. استدعت العميدة فاطمة كبيرة الممرضات خديجة عماني وطلبت منها أن تستدرج المرأة المشبوهة فيها وما أن ظهرت في فناء البناية حتى أعلن الزوجان أنهما يتعرفان إليها وأنها هي نفسها المربية شامة. لم تتردد العميدة في القبض عليها، صفدت ونقلت إلى المفوضية. كان الصبي في فراشه في قسم العناية. طمأن الطبيب جميلة وعبد الخالق بأن حالته الصحية في تحسن وأن عليهما أن ينتظر 2 أو 3 قبل استرداده. لم يعد يهم جميلة وعبد الخالق سوى استرجاع ولدهما واحتضانه. نقلت تلك التي تسمت باسم شام العطار إلى الرباط للبحث والاستنطاق. تولت المهمة العميدة فاطمة عتاق وتبين أن المرأة سوداء البشرة تنحدر من أسرة ميسورة الحال من الراشدية وأن اسمها الحقيقي عائشة الواسط. كانت موظفة في البلدية وتعرفت على أحد القواد تم تعيينه في المنطقة. تزوج ولما لم تنجب طلقها. تزوجت مرتين بعده ولم ترزق الولد. كانت تتوق إلى أن تصير أما ولما تبين أنها عاقر قررت أن تتقمص شخصية مربية وكذلك دخلت بيت جميلة وعبد الخالق. قالت وهي تعترف إنها لما آنست تعود الصبي عليها أخذته ومضت. تنقلت من مراكش إلى أجدير وصولا إلى ورزازات. لما عرضت العميدة نتيجة عملها على الوكيل العام للملك طلب منها إن كانت لديها أدلة تثبت أن الطفل هو ابن جميلة وعبد الخالق. لم يكن لديها من دليل غير تعرف الوالدين على ولدهما ولم يكن ذلك ليكفي.
تم إخضاع الأبوين والطفل لتحليل الحمض النووي، وبعد أسبوع ثبت أن الطفل هو ربيع، وقتها فقط استعاده أبواه. ملفات بوليسية.